السلام عليكم ورحمة الله، إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الجمعة 26 أوت أوغست، وهذا هو الحديث أو الجزء الرابع من الحديث مع الصحفي سيد أحمد بن عطية. طبعا أغلبكم أكثركم بالتأكيد كان تابع الأجزاء الثلاثة اللي كانت سجلت يوم الجمعة واللي بثيناها بداية من يوم الجمعة الماضي، وواضح أن هناك أشياء كثيرة عند الأخ سيد أحمد، وأن أجزاء أخرى يبدو أنها ضرورية. فراح يكون عندنا اليوم جزء رابع ومحتمل جدا أيضا جزء الخامس. نبدأ مع سيد أحمد بن عطية، وللتذكير فقط سيد أحمد بن عطية كان صحفيا، هو خريج علم الاجتماع السياسي وخريج أيضا الإعلام الحقوق عفوا، وكان اشتغل في حوالي 10 سنوات في الإعلام داخل الصحافة مع عدد من الجرائد أو هكذا تسمى، وإن كان تبين يعني أن أكثرها في الحقيقة هي بوتيكات للابتزاز وبوتيكات للفساد ولا علاقة لها بالإعلام الحقيقي، كما أنه كانت له علاقات وعلاقات أحيانا عميقة أو متواصلة مع عدد من المجتمع المخملي، المجتمع في وهران، أصحاب ما يسمى بالبرلمانيين والسينيتورات والولات، مخابرات، قضاة إلى آخره. خلونا نبدأ معه، ومرحبا بك سيد أحمد. السلام عليكم أستاذ محمد العربي زيتون، حياك الله وتحية ليك ولكل المشاهدين الكرام الأحرار من الشعب الجزائري. جمعة مباركة. فقط أعتذر على غرقات الصوت لأني أصبت بفيروس كورونا هذا الأسبوع، يعني أنا مريض شوية، يعني أعتذر عن الكحة وهذا يعني رداءات الصوت. أولا نشكرك أستاذ أنك أتحت لي الفرصة أنني نحكي واش في الجعبة تاعي. اليوم حاب نوجه رسالة، يعني كانت هناك من الكثير من التعليقات، أكيد التعليقات المساندة والمتضامنة معي، والأخرى أيضا التي هاجمتني أو شككت في، وأخرى من الذباب، يعني الذباب والمكانس للمخابرات اللي ما راحش نعيرها اهتمام وما نجاوبش عليها. فيما يخص بعض الإخوة اللي قال لك أنه سيد أحمد بن عطية لو كان طاوله منصب في الجزائر يعني ما كانش راح يحرق ويغادر ويطلب اللجوء السياسي في دولة أوروبية ويهاجم السلطة الجزائرية، هذا كلام عاري عن السحاب. أنا لما خرجت من السجن يوم 18 أوت 2021 كنت قادر أنني نتصل بالمخابرات أو بأقارب تبون أو بحتى ولات والي وهران أو رجال أعمال عندي علاقات، وكنت قادر نبتزهم ونهددهم ومقابل المعلومات اللي عندي، ومعلومات اللي عندي معلومات قيمة وخطيرة جدا، كانوا قادرين يوفروا لي منصب عمل وبطريقة سهلة جدا. لكن أنا كان العديد من الأخوة الأحرار لما خرجت من السجن وتواصلت معهم، ما نقولش إسماواتهم، هم يعلمون ذلك، وكنت أتواصل معهم وقلت لهم أنني خلاص سوسيوفي، حتى ولو كان عرضوا علي منصب في سوناطراك أو في تلفزيون الجزائري أو حتى منصب بمبلغ 20 مليون أو 30 مليون، بصراحة يعني مستحيل أنني أود نخدم مع هذا النظام الفاسد. يعني هذه الرسالة اللي حاب نوجهها للأخوان. نعم، لأنه أنت عشت في هذاك العالم تاع الابتزاز تاع الفساد، كنت أحياناً ضحية وكنت أحياناً أنت اللي تقوم بهذه الأعمال، وأنت قلت هذا الكلام يعني بكل صراحة المرة الماضية، وكان ممكن تعود ترجع لهذاك المجال، كان ممكن تعود ترجع له، وخاصة أنك عارفه أنه مجتمع تاع مستنقع وأنه الابتزازات كلها تمشي، هذا العلاقات هناك تمشي بالابتزاز وبالشونتاج وبالضرب. وعندي علاقات، عندي علاقات مع جهات كبيرة ونافذة، وكنت قادر نعود معهم نرجع معهم ويوفروا لي منصب وكأن شيئا لم يكن، لكن خلاص يعني بلغ القطرة التي أفضت الكؤوس المترفة بلغ السيل الزوبة، يعني مستحيل. قلت لك أستاذ والله العظيم لو كان عرضوا لي 1 مليون أورو ولا منصب مثلا في سفارة ولا في أي حاجة، مستحيل أنني نعود نرجع نعمل معهم.
نفضل انني نعمل في شونتي باليوميه وما نعملش مع النظام الجزائري. طيب هناك من قال من بين الاشياء اللي قالوا لماذا خرجت الان لو كان انتظرت حتى تاخذ اللجوء وحتى تسجم اوراقك الى اخره. هل ضغطت عليك انا باش تخرج؟ هل طلبت منك انا باش تخرج ولا هذا كان رغبتك انت باش الناس تسمع؟ صراحه استاذ انت لم تطلب مني او تضغط علي، هذا قرار اتخذته بعد 11 شهر من خروجي من السجن. جلست مع نفسي، درت استخاره مع الله سبحانه وتعالى. اما بخصوص اللجوء السياسي فانا اللاجئ السياسي، قدمت ملف رسميا في فرنسا وعندي كل الادله وكل الوثائق، وراني كنت في خطر في الجزائر وتعرضت لمحاولتي اغتيال وعندي احكام قضائيه وسجنت وكنت الناضل وعندي كشفت عشرات القضايا من الفساد اكيد، الى جانب انني فيه جانب سيء ومظلم لما كنت اعمل عميل المخابرات الجزائريه. لكن هذا لا يعني انه سيد احمد بن عطيه ما كانش ايجابي، بالعكس انا كنت نحارب الفساد، شفت عشرات قضايا الفساد من بينها تزوير انتخابات سينا، استيلاء البرلمانيين على اموال الدوله واموال الشعب، تزوير انتخابات التشريعيه، كيفاش رؤساء البلديات كانوا يهبوا العقار وكانوا يستوليوا على قفص رمضان، على تزوير مسابقه توظيف مثلا في مديريه التجاره وتوظيف كبار التجار. كشفت عندي مع الامين العام لولايه وهران السابق، عندي عشرات المحاكم القضائيه راح نرجعوا لهم هذا النقاط. قضايا خيره وقضايا ايجابيه وانا كنت مكافح وكاشف للفساد. نعم راح نرجعوا لهم هذه النقاط نقطه نقطه. وين ايضا ان هناك اذا شئنا تقريبا ان سيد احمد بن عطيه كان وكانه شخصين، عنده شخص الخير اللي كان يقوم فيه باعمال خيره ويقوم فيه حتى بفضح المفسدين، وشخصيه اخرى اللي هي مرات كانت تمارس الفساد مع المفسدين. راح نرجعوا لهذا بالتفاصيل، لكن مره اخرى وفي النهايه انتصرت شخصيه الخير، ولانه معدني اصيل ولانه الوالده تاعي ربتني برزق حلال رحمها الله، وانتصر الخير وعدت الى الصواب، جد الصواب رحمها الله. اذا انت استعجلت حتى هذا الموضوع حتى قبل ما تقدم ورق، لان بالنسبه اليك هناك قضيه هي قضيه عامه وهو الفساد العارم، وهناك قضيه خاصه ففضلت انك تتكلم في القضيه العامه بالرغم من ان ما عندكش لجوء، لكن مفيش واحد ضغط عليك او اصر عليك او نعم. شوف استاذ انا عندي ثقه في الله سبحانه وتعالى وثقه تامه في الدوله اللي طالب فيها اللجوء، انه ان شاء الله راح نهز اللجوء السياسي تاعي ولا كارتيجو، لانه ملفي ثقيل وثقيل جدا وعندي كل الادله، وهذا ما دفعني انني اللي نتحدث قبل ما نحصل على اللجوء. وحنا شخصيا ما ناش نحكيو على امر ندعيو للعنف ولا نحرضوا، ولا انا اقول امور حقيقيه على النظام الجزائري اللي هو أصبح خطر على الشعب الجزائري وعلى الإقليم وحتى على الدول الأوروبية. دعني نزيد نطرح لك سؤال آخر من الطرف الآخر. هناك من قال بأن أنت فقط خرجت باش تنتقم، هل بالفعل تخرجت باش تنتقم؟ والله يا أستاذ هذا كلام عاري عن الصحة. هو أي شخص يقول الحقيقة في نظر هذا النظام هو يعني راح ينتقم، حتى ولو كان لم يتم سجني قبل ما يتم سجني. يعني قلت لك يوم انتخابات الرئاسيه في 2019 راني ما صوتش لعبد المجيد تبون، راني درت ورقه بيضاء. نعم. هنا هذا الدليل قاطع انه ضميري كان يأنبني، انني كنت رافض هذاك المسار، انني ندعم نظام مجرم نظام فاسد. اذا انت راك تشوف ان معركتك هي معركه تاع الاحرار، هي معركة أنت أن هذا النظام هو خطر على الشعب الجزائري، هذه المافيا اللي ولت مافيا إرهابية خطر على الشعب الجزائري، وبالتالي ما خذيتش بها الاعتبار حتى قضية أنك تنتظر اللجوء أو كما قال البعض، ما خرجت باش تنتقم إنما خرجت باش تفضح هذا المجرمين. طيب خلينا ندخل في لم أخرج لأنتقم من أحد، أنا ما عنديش مشكلة شخصية مع أحد، أنا خرجت لنوصل معلومات حقيقية ومعلومات دامغة ومؤكدة للشعب الجزائري، ونوصل رسالة أيضا للناس اللي مغرر بهم باش يتوخوا الحذر ويحتاطوا من هذا النظام، ما يصرالهمش كما صرالي أنا، هذا هو الهدف تاعي.
مهم جدا، خاصة هذا الهدف المثير. احنا نعرفوا باللي هناك المخابرات الإرهابية راهي عندها آلاف العملاء في كل القطاعات، وأنها في النهاية كثيرا ما تستخدمهم، وأحيانا تقوم أيضا بتعذيبهم أو بسجنهم أو بحفظ ملفات عليهم باش يبقوا دائما عملاء ويبقوا دائما تحت الأوامر. ومرات يتصرفوا معهم كالعبيد. يعني حتى انت في حكاياتك معايا، سواء العام اللي الناس سمعوها او الخاص، يعني كيفاش انهم يتعاملوا مع الشعب الجزائري او اللي يكونوا معاهم احيانا بما فيهم مسؤولين كبار كعبيد يعني. طيب، المره الماضيه كنا اشرنا لمجموعه نقاط لكن ما فصلناش فيها. مانيش عارف وشنو الموضوع اللي تحب نعاود ونرجعوا له ونبداو نفصلوا فيه. كاين حاجه حاب نطرق ليها استاذ، أنه أنا لما اختاريت هذا الطريق والانضمام إلى الطريق الأحرار، أنا كنت نشعر بالحرية ومن الأحرار، لكن كانت عندي ظروف في 2019 دفعتني للابتزاز ودفعتني لكل تلك الأمور السلبية، لكن عدت إلى جدد الصواب. ممكن بعد النقاط والأخطاء اللي ارتكبتها، ممكن أنه مخابرات الجزائرية راح تستغلها ضدي وتتهجم فيها عليا، وانا هنا لازم نطرق ليها او نلمح عليها حتى ما نخلي لهمش لوكازيون باش يهاجموني. اني انا انسان عندي ترمين، راني ما راحش نحبس مهما كانت التهديدات. راني تلقيت هذا الاسبوع سيل من التهديدات، لم تحرك شعره من راسي. على بالي واش راح يستنى فيا، وانا متحمل المسؤوليه. في امور شخصيه راح نطرقوا ليها، ممكن قضية مرضي، يعني أنا مصاب بمرض خطير، وراح نعمل لايف في الأيام القليلة المقبلة في صفحتي بالفيسبوك، وراح نتطرق لهذا المرض وظروف وحيثيات إصابتي بهذا المرض. يعني راح نوجه رسالة إلى المخابرات الجزائرية، ما راحش تحكموني ولا تخوفوني ولا بهذا المرض. القضية الثانية هي مشكلة شخصية كانت ما بين الوالدة تاعي رحمها الله ووالدي رحمه الله، أنه الوالد تاعي والوالدة كانوا يعني متزوجين بالفاتحة، وصرا خلاف ما بين الأم تاعي والأب تاعي رحمه الله، يعني وما حبش يعترف بيا إلى غاية بلوغ سن معين. ثم عملت تصحيح اللقب وإلحاق النسب وتحليل الدي ان اي لاثبت انني الوالد تاعي هو انا من صلبه وانا ابن حلال، وجبت شهود اللي كانوا حاضرين في الزواج بالفاتحه بين الام تاعي رحمها الله ووالد رحمه الله، والعلاقات عادت الى مجاريها. رغم هذه النقطه كانت نظره المجتمع بعد في المدرسه في الثانويه كانت امور شويه صعيبه ليا، ولكن انا كنت قوي ولا زلت قوي وما تراجعتش، درست واجتهدت ولم أعد ذلك أي اهتمام. هذه يعني ممكن أيضا بعض الناطقين باسم المخابرات الجزائرية يقولوا هذا، يطرقوا هذه النقطة، هم راهم حاسبينها نقطة سلبية، ولكن أنا بالنسبة لي هي إيجابية وأفتخر بذلك. أفتخر أن ربتني امرأة جعلتني في حل راجل لا أخاف إلا الله سبحانه وتعالى وإلى ضميري. أنا اليوم قوي بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل أمي رحمها الله اللي كنت بار بها، بار بالجدة تاعي وبار بأخواتي وشقيقاتي، وكل جيراني يشهدوا بذلك أني كنت إنسان خير، كنت نساعد الجيران تاعي، نساعد المساكين والفقراء في وهران، ولا داعي لذلك. يعني هذه رسالة نوجهها إلى المخابرات الجزائرية، ما عندكم ما تقولوا راح نفضحوه وندير نحاكمين عليه ولا. يعني أنا شخصيا راني نعترف بالأمور اللي ممكن غلطات عملتهم، راح ندير لايف ونقولهم لاحقا. وبالنسبه للمرض تاعي سوف اتطرق اليه لاحقا، ماهوش عيب بالنسبه لي. انا اليوم بصحه جيده، راني تحدثت معك استاذ وانا مصاب بكوفيد 19، رغم ذلك راني طالع معك وراني الحمد لله انا انسان مقاول. تعرضت لامور يعني صعبه كثير في حياتي، لكن تغلبت عليها وراني واقف وساظل واقف الى ان تصعد الروح الى بريئها. يعني هذا باش يكونوا واضحين للمخابرات، ما عندكم ما راني طبيعة الحال هما هذه طرقهم، عندي ترميني، ما عندكم ما تحبسوني، تهدوني تقول لي نفضحوا تديروا لي اي حاجه، ماني سامع بك. طيب هذا ممتاز، والحقيقة هذه شجاعة منك أيضا. وعلى ذكر هذا الموضوع، أنت اللي مرات يحدث تاع الزواج تاع الفاتحة، في الحقيقة ربما فرصة أخرى باش نذكروا الناس باللي موضوع زواج الفاتحة هذا راه يقدر يخلق مشاكل كثيرة للأبناء خاصة،
ومرات في بعض الآباء الله يسامحهم يتزوج بالفاتحة ولكن بعد ينكر النسب، يعني ينكر نسب تاع ابنه في فترة معينة. أنت هذا كان حدث معك، لكن في النهاية لما وصلت سن معين وأثبت بالدي إن إيه أن الوالد هو بالفعل والدك، رجعت الأمور إلى مجاريها. و نعم، وعندي إخوة تاعي، عندي 6 إخوة من الأب في ولاية مستغانم والحمد لله، وكل جيراني في مرسى الحجاج بولوبول راهم يعرفوني أنني كنت نخدم على الأم تاعي وكنت بار بيها وكنت بالأشقاء تاعي وبالجدة تاعي وإنسان في الخير، ونتحدى أي واحد من كنت نسكن أنه يدم فيا ولا يقول هذا إنسان مش مليح ولا مستحيل، يعني مخابرات الجزائر ما عندهم ما يطبقوا عليا. أنت في فترة قصيرة فقدت 3 تهديداتهم والإساءة إلي، أنا ما صراحة مانيش سامع بهم. هو طبيعي ينشروا واش راح ينشروا؟ مانيش سامع بهم، أنني لما قررت أن ندي هذا القرار على بالي العواقب. هو طبيعي، وانت راك عارف العواقب، وانت اللي اخترت وانت اللي اصريت باش تخرج الان وباش تفضحهم الان. فلا داعي لتهديدي واستفزازي. انا ما نحشم ما نخاف الا من الله سبحانه وتعالى. شوف راهو عديت، شوف راهو شخصيتي الحمد لله، مش راني نشكر في روحي، راهي شخصيتي ولات فولاذيه تلمدي الضربات، يعني موجعه الحمد لله، راهي عندي مناعه، مانيش نخاف فقط من الله سبحانه وتعالى، هو مسبب الاسباب. الضربة اللي المثل يقول لك الضربة اللي ما تكسر لكش ظهرك تقوي الظهر. أكيد، ونعم بالله. شوف هذا تاع موضوع أنه المخابرات وذبابها والثورة المضادة تهاجمها، هذا موجود ومش فقط من الآن، يعني هذا هو التاريخ، يعني وين كاين أخيار وكاين أشرار، دائما الأشرار هذون هم أنبياء الله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد 14 قرن من وفاته بعد 14 قرن من وفاته ما زال يخرجوا السفهاء ويهاجموه ويسبوه ويمسوه في عرضه إلى آخره. فهذا طبيعة الحال ما هوش هو الجديد في البشرية، يعني راح دائما الإنسان يتلقى، خاصة إذا كان يواجه جهة إجرامية حقيقية عندها دولة، عندها إعلام، عندها خزائن من المال، عندها جيوش وكتائب من الذباب عندها. فنحن عارفين هذا، راني نشوف بلي راك تعبان، مش عارف ممكن نو مانيش تعبان، انا فقط راني عندي شويه، راني قلت لك اني مصاب بكوفيد ولكن عادي نقدر نكملوا اللايف، ما عندكش اشكال. طيب خلينا نروحوا للمواضيع اللي كما قلنا بالمره اللي فاتت، كاين مواضيع مثلا قلنا موضوع في موضوع مهم لازم نطرقوا له استاذ، اللي هو عن اخونا محمد بن حليمه فك الله اسره. في ناس يقولوا أنه كان عميل مزدوج وتم بعثه من جناح القيد صالح إليك تحديدا. أنا أستبعد ذلك جملة وتفصيلا، لأنني كنت على تواصل مع محمد بن حليمة في شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ديسمبر 2021 لما خرج من السجن. قلت له أني حاب نحرق، أني حاب نطلب اللجوء السياسي، ديتني عنده نصائح، كنت على تواصل معه، سرقت له بعض المعلومة ولا اثنين، كنت معه حذر حتى ما يتمش يعني باش ما يفيقوش بيا ويعتقلوني وممكن يرتالوني. كان يوجه لي نصائح وكان انسان شجاع وفك الله اسره. قلت له راح نصوم رمضان ونحرق ونطلب اللجوء السياسي، يعني لو كان عميل المخابرات الجزائريه وكانوا بعتينه كان قادر يبيعني، راح يقول المخابرات الجزائريه يقول لهم بنعطيه صحافي راه تواصل معايا وراه باغي يحرق وراه بيطلب اللجوء السياسي وراه عنده معلومات خطيره، كنت راح يتم اعتقالي او اغتيالي. وهذا دليل أنه محمد بن حليمة ما هوش عميل، وإنما هو حر من الأحرار، ولكن لا غالب عليه، راهو عندهم واش يدير الميت يدرسان. خاصة وأنه كان يعرفك باسمك كاملا، وانت كنت أعطيته الاسم كامل وأعطيته باللي انت صحفي. نعم، رسلت له وثائقي، رسلت له صوري، مقالة اللي داروا عليها عبد السمار، اللي داروا عليها عبد محمد عبد الله، رسلت له الجيجمو، لأنه في البداية ما تقش فيا، قال لي كيف بروف باللي أنت هو سيد أحمد بن عطية الصحافي اللي كتب عليك محمد عبد الله. نعم. هذا دليل. لا هو صراحة الناس اللي يقول لك بعثوه وكان خدام وهذا، كان الناس ما يعرفوش الحقيقة وما يعرفوش محمد بن حليمة. والشيء الآخر هو أنه بن حليمة في الحقيقة في الدحدوحيات اللي خرجوه كانوا يقولوا له وكانوا يملوا عليه واش يقول، ما كانش يعني احنا عارفين ونعرفوا هذا الشخص محمد بن حليمة مثل محمد عبد الله، مقاومين مثلهم مثل المئات اللي راهم في السجون عند العصابة، ومثلهم مثل مئات الآلاف من الجزائريين الأحرار. أستاذ ما كانش في وعيه، لأنني أنا كنت نعاني من انهيار عصبي في 2012 إلى 2017،
كنت نتناول بعض المهدئات عند السيكياتر تاعي يعني كانوا عاملين لي اسحار يعني كنت عانيت من الاسحار والحمد لله عالجت نفسي وارتحت يعني كانوا يصير محمد بن عظيم يعطوه مواد كيميائيه مهدئات او مهلوسات يعني باش تاثر عليه وتدفعه انه يقول اي كلام ويتصرف باي تصرف هذا امر مفروغ منه والاخوه الاطباء والمختصين في البيولوجيا ياكدوا هذا الكلام تاعي. طيب دعنا نذهب الى ملف السجون. انت في ملف السجن والسجون تمريت على كم سجن؟ على 3 سجون صحيح؟ سجن مؤسسة الوقاية في قديل، ثم مؤسسة إعادة التربية والتأهيل المدينة الجديدة قصبة، ثم مؤسسة إعادة التربية والتأهيل مسرقين الروشي. وشنو هي ما هي الجهة أو المؤسسة كما يسموها؟ يعني عندهم تسميات غريبة مرات هذه يعني تاع المؤسسات وإعادة التربية إلى آخره، وهو الواحد كي يدخل السجن تقول لي الأمور أسوأ. ما هو السجن اللي كان أبشع؟ ما هو السجن اللي كان أبشع وأقذر واللي تلقيت فيه صعوبات واللي شفت فيه أيضا أوضاع سيئة يعني للناس محبوسين؟ شوف الوضعية البشعة في سجن القصبة تاع المدينة الجديدة، يعني هناك كم هائل من المساجين، يعني 450 500 مسجون يديروهم في زنزانة المنطقة الاستيعابية تحت 50 شخص وما يديروا فيها 450، وهذا ما يفسر عدد حالات المصابين بالسل الرئوي. ايضا مختلف انواع السل، فيه مساجين كثير توفوا بالسل ولم يتم علاجهم للاسف الشديد. مرض السل منتشر، توفي اماني. مرض السل منتشر داخل السجون، وانت راك تقول باللي قاعه فيها 50 منتشر بكثره في السجن القصبة تاع المدينة الجديدة مرض السل. نعم. هل هناك أمراض أخرى؟ وكيف كانت الناس اللي هي قاعة المفروض تاع 50 شخص أو 60 شخص فيها قريب 500، كيف كانتوا تناموا؟ فيها حمام، فيها مرحاض مشترك، يعني ما يعطوكش الجافيل، ما كانش الماء، حمام واحد. تخيل مرحاض مشترك ل 450 شخص. عجيب. تخيل أستاذ، يعني حجم الروائح وحجم الميكروبات والبكتيريا، يعني ستر ربي وخلاص. كنت تدوشوا؟ كنت يعطوكم ديروا دوش؟ شوف حتى نكون واضحين، في سجن قديل كنا نعني الحق الاستحمام مرة في الأسبوع. حتى في سجن قصبة عندي جديدة، رغم الأوساخ والقاذورات والجردان يعني والأمراض وكثرة المساجين، لكن كنا ندوشوا مرة في الأسبوع. لكن يعني الدوش يعني ما فيش ما بارد، يعني ما سخون ما بارد، يعني ما فيش ما سخون. ما فيش ما سخون. وانت مريت في فترة كنت في الشتاء، فترة معينة كنت في الشتاء يعني؟ كنا في الشتاء، نعم كنا في الشتاء نستحم بالماء البارد. في سجن المدينة الجديدة كان يتعطل السخان دوما، يتعطل، كان في جناح سبيسيال لمساجين سبيسيال، المرشيات الدوش كانت تما. طيب البعض، انت ذكرت بعث لي في الوثائق اللي بعثتهم لي بعض الاسماء اللي ماتوا بالسل او اللي تعرضوا للتعذيب، هل ممكن تذكرنا بعض الاسماء ومن قام بذلك؟ فيه شخص اسمه خالد حلوه، يعني كانت عنده مرض السكري، توفى في السجن القصبه، ما عالجوش عميد الاطباء في سجن القصبه المدعو طاير، توفى رحمه الله. اسمه العميد هذا؟ واسمه يعيطوا له خالد حلوه، هو من منطقه تلمسان. لا العميد الاطباء هذا مجرم كبير واسمه طاير، اللقب تاعو طاير، دكتور طاير. دكتور طاير هذا هو اللقب نتاعو. نعم. ايه كيف كانت الامور معاه؟ هذا يعني اللي عنده المال يعالجوه، اللي ما عندوش المال ما يعالجوش. يعني كان مساجين توفى ومن بينهم عمي محمد كان معي في سجن قديل ثم تحويله الى سجن القصبة. كان عنده مشكل سرطان في القولون، يعني توفي امامي في العياده. كان معنا الممرض رابح، هو قبائلي، هو اللي كان ممرض في العياده، يعني شهدنا له. في شخص عمي عبد الوهاب ايضا توفي بازمه قلبيه في الكور تاع سبيسيال، يعني وكان قبل اسبوع يشتكي من الام على المجهه اليسرى، لكن طيار ما عالجوش حكمته ازمه قلبيه وتوفي، وخرجوه في زاوره، يعني يخسروا عليك 27 وزاوره، اكرمك الله كما شكل. زيد ايضا فيه شخص يدعى خالد توامبريا، هو من ولايه تيارت رحمه الله، اللي كان مسجون في سجن القصبه في 2017 وعذبوا المدعو نور الدين،
اللي هو ضابط في السجن، وبالسيرلينار والغضب قام ببقر بطنه بإبرة خياطة. هذيك لما بقر بطنه خدمت له، لما خرج من السجن أصيب بالسرطان، ما تقبلش ذلك، جاء بدا يعاير فيهم يسب فيهم أمام البوابة الرئيسية للسجن الجديدة، وقام بالانتحار. وصحافة الجزائر وهران لم تتحدث عن هذه الحادثة المريعة والمفزعة. فيه شخص يدعى زيتوني قدور، هو شاب يسكن في حي الروشي، يبلغ من العمر 21 سنة، تم تشخيصه أنه مصاب بالسل الرئوي، لكن ما خرجوش إلى مصلحة أمراض معدية، خلوه مسكين المرض يأكل فيه. ثم بعد ذلك تم تحويله إلى سجن الروشي، وتوفي في شهر جويلية 2021، شاب في عمره 21 سنة، يعني توفي أمامي رحمه الله. أيضا في مجموعة من المساجين كانوا 12 واحد، لما شافهم أنه أصيبوا بالسل الرئوي، من بينهم شاب يدعى صبيح كان يوزن 120 كيلو ثم أصبح يوزن 60 كيلو، طاير لكداهم وحولهم إلى سجن الروشي. وفيها على ما أظن بعد ما خرج من السجن أصدقائي أكدوا لأنه أحد المساجين من ولاية المسيلة توفي بالسل لأنه كان أستاذ يتقيد دم أكرمك الله. هذا طيار، هذا طيار هو عميد الأطباء وهو موجود في سجن مدينة جديدة. نعم. أنت قلت لي باللي كون ثروة هائلة. ثروة هائلة، هو ينحدر من حي كافينياك بوهران، وعنده فيلا طروازي طوال ثلاث طوابق في عين الترك. نعم. عنده سيارة فخمة رباعية الدفع، يعني يخدم مع بارونات الزطلة وأصحاب الأموال، يعطيهم أسرة في العيادة ويدخل، يعني والناس اللي مرضى مساكين عندهم أمراض مزمنة، مثلا عندهم السيدة ولا عندهم السل ولا عندهم الكلى ولا السرطان ولا أمراض في القلب، ولا يحرمهم ويديرهم مع المساجين الآخرين، والناس اللي عندهم الدراهم يخلصوا يديرهم في العيادة بتواطؤ مع ضابط نور الدين اللي هو مسؤول الاحتباس، لينحدر من ولاية عين الدفلة العطاف، وهو مجرم كبير أيضا هذا الضابط. يعني في تحالف ما بين عميد الأطباء وما بين الضابط. أنت عند مدينة جديدة. طيب، بالنسبة للسجون الأخرى، أنت بالنسبة لك قلت بين سجن قديل والسجن الآخر مش عارف سميته، وهذو كانوا أقل سوء من مدينة جديدة. بصراحة في سجن قديل حتى ما كان مسؤول الاحتباس أمير كولومبو والمدير منصوري، كان حاكم سجن النساء وسجن الرجال وايضا الملاهقين، انسان ما عندي ماهوش حقار حتى نوفي الرجال حقهم، انسان ما يزيدش على روحه يخدم خدمته، ما نقولكش كان موفر يعني امور شروط مليحه، ولكن كنت فوت تم 6 أشهر مليح، ما ابار شهرين الوالا انغبنت وليت نرقد في الارض وفي المرحاض. لما سمع المدير منصوري انني راني مريض، كلم المدير الاحتباس وعطاني سرير في القاعه 2، والحمد لله نشكره ونوجه له التحية، وايضا جلب لي ادويه تاعي، دار اتصال بالخال تاعي وجلب لي ادويه تاعي، وايضا هناك طبيبه في السجن قديل ايضا دكتور بالحاج، ايضا انسانه محترمه نحييها، يعني حتى نقولوا الحقيقه ما نكذبوش على الناس. يعني كاين في السجون كاين مجرمين وكاين مجرمين وفي خيرين أكيد. وفي خيرين او على الاقل يقوموا بعملهم يعني كما يجب. طيب ممتاز، دائما الشهادات المنصفه مهمه جدا يعني. طيب الان انت كنت فيه اضافه على سجن القصبه على مدينه التاديب، هناك ضابط مسؤول جناح سبيسيال يدعى درار عبد القادر، ينحدر من منطقه فرناكه، مجرم كبير، يعني يقوم بنزع السبته حزام ويضرب المساجين، يطيح لهم بامهاتهم، يعني انسان حقار، ويضرب الناس الكبار في السن بالصفعه، وهذه يعني حدث امامي أنا شخصيا. قام بسرقة زوج على روجيست من الغرفة تاعي، لما رحت للكور جاء من مرايا وسرقهم وفتش فيهم باش يقرا يشوف كاش مكاين، لما زاروني ضباط المخابرات. أيضا فيه الضابط نور الدين، هذه أمامي حدد، كاين شخص يدعى إبراهيم المغنية، قام بتعذيبه وقالوا دير أجنو ودير كات كما اكرمك الله كما الكلب، وقول هاو هاو في الجناح الرئيسي في الكور الرئيسي لسجن القصبه مدينه جديده. ايضا في رمضان 2021 كنت خارج باروار، شخص يعني مقطوع الرجل في شاز غولونت،
كان يضرب فيه بالكف هذا الضابط نور الدين. هذا الضابط نور الدين راح نقدم فيه شكوى لدى لجنة حقوق الإنسان لأنه يعني مجرم كبير ويجب أن يتم محاسبته. وفي الحقيقة كان كثيرين يعني مجرمين داخل السجون، كان كثيرين كما تفضلت، كان بعض الناس اللي ربما يقوموا بعمل فيه. أيضا الضابط بوجمعة في سجن الروشي كان يضرب بالمساجين ويدير لهم الرابحة ومن بعدها يسحلهم، لأنه يعني سجن الروشي جاي في طليعة كما نقولوا، جاي في منطقة جبلية، يعني لما يكمل يضربوهم بالرابحة يسحلوهم إلى غاية جناح الاحتباس يعني بطريقة مهينة ويدفلوا عليهم، وهذا حدث أمامي. أيضا في مسؤول احتباس سابقا مدعو آمين من حدر مسفيزف أيضا كان يقوم بتعذيب المساجين، وعنده عنصرية الناس اللي من بالعباس يعني يتهلا فيهم ويجيب لهم الأكل من مطعم تاع السجن، والناس اللي ماشي جمع بني عمه يعني يعذبهم ويدير فيهم الباطل. هذا عندك اسمه كامل ولا امين فقط اسمه؟ هذا اسمه امين، هو مسؤول الاحتباس في سجن الروشي، وكان يدخل زطله ويدخل تليفونات، وراهي جات لجنه التحقيق وايضا دخلوا حل السعيقه للدرك الوطني الى سجن الروشي في سبتمبر 2021 لما خرج من السجن، واقتحموا السجن وضبطوا كوارث، ما تم في إقالته هو ونائب المدير السجن المدعو عبد القادر الذي يقطن في منطقة جديوية في غليزان. يعني بشكل عام أصحاب البارونات، أصحاب اللي عندهم الأموال والثراء يستخدموا يتعاملوا معهم مليح، يجيبوا لهم الحكم في أماكن مليحة، ما يخصموا ولا شيء، لكن الناس العاديين أو الناس اللي ما عندهمش أموال أو هذو يدفعوا الثمن داخل السجون في الغالب يعني. نعم، والفقراء والملالي كما نقولوا في وهرن مساكي راهم يخلصوا، وواش يديروا؟ لو كان يشكي ولا يزيدوا لهم قضايا ويزيدوا لهم الحبس. هذه اللي قلت داروا له الرابحة اللي هي تسمى أيضا الفلاقة، يعني مرات في بعض الأماكن الفلاقة يعني. راهي شيء فظيع، يعني أنا داروها لي مرة يعني سمعنا ما قدرش نمشي. هذه منتشرة يعني، لأن هذا الضرب على الرجلين بالعصا. هذا هو، هذه سياسة التعذيب الأكثر انتشار في السجون الجزائرية. وهذا يعني السياسة كان انتهجها سعيد زرب اللي هو المدير العام لإدارة السجون حاليا، اللي هو كان مدير في سجن قليعة على ما أظن. وطلعوه مدير عام الآن، راه مدير عام. أيضا مجرم كبير سعيد زرب، فاسد وفاسد ماليا، ويعني تم تعيينه مدير عام لإدارة السجون. وهو اللي كان أشرف على هذه، خاصة فيما تعرف أنت يعني في الأشياء، أنه فلقة هذه أو رابحة، الرابحة كما يسموها، هو ضرب على رجلين، فهم الناس شنو هي الرابحة هذه. بأسلوب تاع عنف ولا، ولكن الرابحة راهي أوتوريزي من قبل وزارة العدل، ولكن راهي مهينة الكرامة تاع الشخص، راهي يعني ما نجمش. كيفاش يتم اعطينا تقدر انت تعرضت لها، واش يصرى في هذه الرابحه؟ كيفاش تعملوا؟ يجوا خمسه سته تاع الاعوان الحراس تاع السجون، يربطوك من يديك ويطلعوا لك رجليك ويديروا لك واحد اللوحه سبيسيال ويربطوا لك رجليك، وعندهم كيما تاع الجلد، ويجلدوك في رجليك لمده 100 جلده ولا 50 جلده، وانت راك تصرخ. من بعدها الرجلين تاعك يتشلطوا، يتعمروا بالماء ويمجوا بالماء، ما تقدرش تعفس عليهم تمشي، لو كان تمشي مستحيل تقدر تمشي. وهذه كم تدوم العمليه؟ كم الضرب هذا كم يدوم؟ كل الى زعما الى شوف الى خليتهم يضربوك ما خمس دقائق 10 دقائق، والى عاسرتهم ودخلت معاهم في صراع ويعني وواجهتهم راهم يزيدوا يطيحوا فيك ويتحاموا فيك ويكتلوك بالضرب. يولي الضرب في كل مكان ماشي في الرجلين فقط. ويبيتوك زنزانة انفرادية ويخلوك بالملابس الداخلية ويرميو عليك الماء باب لمدة يومين ثلاث أيام، أنت وزهرك. بكل ألم يعني. نعم، هذه حقيقة وربي راهو شاهد، أنا شفتها بعيني، هذه ما قالوها ليش يعني، يعني عشتها وشفتها بعيني. وتعرضت لها أنت شخصيا؟ تعرضت لها مرة نعم في سجن جديدة من قبل أحد الضباط. ليس بعيدا على السجون كاين، ذكرت لي سواء المرة الماضية في الحديث اللي تم معك على العام أو مرات اللي بعثتهم لي على الخاص، الفساد داخل القضاء في وهران. نعم، هناك فساد مش في وهران، في الجزائر عامة، لأنه فيه شبكة، كاين شبكة تاع الفساد والرشوة وليزانترفونسيون، يعني واحد يعرف بالعباس ولا في قسنطينة ويفسدوا
مثلا فيه اول امس تم ادانه القاضي رئيس محكمه جمال الدين اللي هو الهاشمي بوشنتوف من مواليد 82 بعشر سنوات سجن النافذه. هذا القاضي تعرضت عليه في 2015، زرت مزرعته ومزرعه والده، هما من عائله كلهم عائله قضاة في معسكر رفقه البرلماني سابقا والمحامي المعتمد لدى المحكمه العليا ومجلس الدوله ميخالدي محمد، هو يعني صديق هذا بالهاشمي بوشنتوف ووالده. كان من بين الناس اللي داروا لي تسبوا في سجني هذا الهاشمي بوشنتوف، وبما انه صار له خلاف مع المخابرات من قبل ضابطين يدعى مليك وزهير، زاروه في المكتب تاعو قبل سجنه وحلفوا فيه، وكان ذلك بإعازة او بتحراش من قبل النائب العام لمجلس قضاء وهران روغاز اللي هو حاليا امين عام وزاره العدل، لانه هذا الهاشمي بوشنتوف كان يعني يدي الرشاوي وما يقتسمهاش مع النائب العام. النائب العام روغاز غضب غضب شديد وحلف فيه وحرض عليه ضباط المخابرات اللي سميتهم سابقا، وضغطوا على احد المقاولين في حي الحاسي وداروا له قضيه رشوه بخمسة ملايير سنتيم، وتم ادانته هذه الايام بعشر سنوات سجن النافذه. وهذا اللي كان نائب العام في وهران هو الامين العام لوزاره العدل الان. نعم، يعني هذا انسان فاسد ينحدر من بسكرة، وكان يدعي زوجته قاضية أيضا فاسدة كبيرة، حسب ما قالوا لي بعض الإخوة المحامين أنها ما تخدمش في إحدى المحاكم، والقضاة الزملاء تاعها هما اللي يخدموا العمل تاعها باش يتزلفوا لزوجها اللي هو حاليا منصب مهم جدا في وزارة العدل. هو ينحدر من بسكرة، وكان يدعي أنه قريب محمد العماري قائد الأركان الأسبق اللي توفي في 2012. وش اسمه؟ ما اسمه؟ روغاز. محمد روغاز. محمد روغاز. نعم. وهذا هذه عينه راك ذكرت لنا واحد، هذا فقط اللي هو يسموه القاضي شنطوف. في ايضا القاضي طارق، هذه حتت قدامي يعني في السجن قصبت عندي جديده. دقيقه استاذ. تفضل. هذا طارق هو مستشار وقاضي مستشار في مجلس قضاء وهران، انسان فاسد ايضا. دار رشوة على زوجة محمد مباركي مدير الوكالة العقارية لوهران، كان عنده قضية سبع سنوات ثم تم تخفيضها الى ثلاث سنوات، واطلق سراحه يوم 19 اوت الماضي لانه كان مانح فيلا في حي 92 سكن ببيرجير لسهر سعيد شنقريحة الى ضباط مخابرات الى قضاة الى محامين. يعني لذلك قاموا بتوسط لهذا القاضي طارق وخفضوا له العقوبه. كانت عنده ايضا عقوبه اخرى في السجن اللي هي عام سجن نافذه، يعني دخل هاتف تم ضبطه من قبل مدير السجن محمد طامه، وتم توجيه الاتهام لهذا محمد مباركي وشقيق الهامل اليماني العقيد يماني ويحيى بوناك رئيس بلديه سينيا، والى ايضا العربي بيتيوي اللي هو بارون مخدرات متهم في قضية 200 قنطار زطلة، وتم ومعهم عون سجون كان معي في سجن قديل يدعى محلي محمد اللي مسكين ورطوه ودخلوا كان يدخلهم الكحول ويدخلهم الهواتف وضحى به طامة محمد مدير السجن. هذا طارق قال زوجة محمد مباركي، قالها قولي لزوجك محمد في يوم المحاكمة كي نستدعيه يوقف هو على اليمنى باش نعرفه في وجهه. وبعد ذلك تم تبرئته وراه خرج براءة هذا محمد مباركي، وعنده ثروة هائلة وثروته كلها مهربها إلى الدول الأوروبية، وراح يتنعم حاليا لما خرج من السجن راح يتنعم بهذه الأمور. هذا طارق، يعني هذا عينة من فساد هذا القاضي طارق. هذا طارق، والآخر مباركي هو كان مسؤول الوكالة العقارية في وهران. نعم، وهذا الطارق القاضي هو اللي خفض له العقوبة من سبع سنوات إلى ثلاث سنوات القضية الأولى، وجاب له البراءة في قضية الهاتف النقال اللي دخلوه السجن المدينة الجديدة. أنت ذكرت قلت دخلوا له تليفون ودخلوا الكحول، يعني دخلوا الخمور ثاني للسجون تدخل؟ نعم، يدخلوا. شوف احنا في الكانتينا يجيبوا لنا مثلا يجيبوا لنا علب تاع الحليب يخووها ويعمروها بالليسورانغ بالخمور وبالكوكايين بكل شيء يدخل، ولكن خلص عندك دراهم دخل كلش. داخل السجون اذا عندك دراهم دخل. نعم، دخل كل شيء يوصلك يعني.
طارق كيفاش هذا القاضي اسمه طارق؟ في في واش قلت لي الاستاذ؟ نعم طارق كيفاش اسمه؟ عندك اسمه كامل؟ والله راه اسمه مانيش شافي عليه، المهم معروف في وهران، الكل يعرفه، المستشار طارق راهو في الخمسينات، راهو انسان فاسد كبير، الكل يعرفه. في ايضا قاضي مستشار ودعو واسمه كندي بن عودة. هذا ملتحي ورجل كبير في السن ويدعي الإسلام وأنه ما يخليش صلاة ما يتركش صلاة، وهو مرتشي كبير، وكأن عنده وسيط تاعو في تلقي الرشا اللي هو شقيقه، عنده محطة وقود في المطمر، والإخوة الكل اللي كانوا يبغوا يتوسطوا ويخرجوا براءة من تجار المخدرات يروحوا عند خوه في المطمر في غليزان، وهو الوسيط بيناتهم، وراهو خرج براءة شحال من واحد، من بينهم أحد بارونات المخدرات اللي ينحذر من غليزان، اللي نحفظ على ذكر اسمه لأنه مازال في السجن باش ما نجيبلوش مشاكل مسك. طيب، يعني الفساد داخل القضاء، الفساد داخل السجون، الفساد داخل الإعلام، قضية فساد عام. القاضي زندهاقي داني تربش اللي هم حاليا محامين مستشارين في المحكمة العليا، تربطهم علاقة جيدة مع وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي حاليا، اللي هو أيضا من الفاسدين، وإن لو كان ما يكونش فاسد ما يتمش تعيينه. والتوسط له من قبل عبد الغني راجدي لتعيينه خلفا لبلقاسم زغماطي. على ذكر عبد الغني راشدي اللي هو الان راه مدير المخابرات الخارجيه، وعلى ما يبدو راه موجود في فرنسا في وضع صحي سيء. طبعا تم نقله بطائره خاصه الى اخره، الناس الموت اموال الشعب الجزائري. نعم، الجزائريين اللي لداخل مرات ما يلقاوش حتى الدواء، لكن هما اللي وجعوا راسه يدوا. نعم نعم. انت كنت حكيت لي عليه ايضا، واش تعرف على راشدي؟ فقط على البحه الغالب، راني مريض استاذ. لا راك مريض، وراك اصريت انك دير البرنامج، مع اني انا اقترحت عليك ان ناجلوه يعني، لكن انت اصريت. لا لا لا، مش مانيش في حاله، فقط رشح يعني، مش حاجه خطيره، نقدر نكمل لايف. تفضل استاذ. قلت لي عبد الغني راشدي انسان ايضا فاسد، كان ذكر لي صحفي صديق وهو حاليا في إحدى الدول الخارجية، ذكر لي صديق أيضا مقيم في هذه الدولة الخارجية ينحدر من ولاية في الغرب، حول الشبكة اللي كان يديرها عبد الغني راشدي، شبكة البغاء، يعني كان يجيب شابات يكونوا حسنوات وشباب أيضا دي جان دي ماك يكونوا بوغوت ويكونوا شابين، ويجندهم باش يديروا أمور شذوذ الجنسي ويمارسوا اللواط مع شيوخ وأثرياء في الخليج، ويعطوه الباي تاعو، وعندي إسماوات. كان هو يشرف، كان هو يشرف على هذا الأمر. الناس نخاف نسبب لهم مشاكل، عنده علاقات بهذو المغنيين، هذو الشواذ وهذو المغنيين تاع الملاهي أيضا عنده علاقة بهم، لأنهم هما كان يستعملهم باش يجيبوا يجندوا هذه الفتيات وهذا الشباب، كاين راح برضايته لأنه فيها أموال كبيرة، وكاين اللي غالب عليه. راحوا قالوا له راح تخدم مثلا نعطيك مثال، يقول لك راح تخدم في مطعم سيرفور، ولكن هذاك المطعم في الطابق الثاني المالك اللي هو خليجي في هذه الدوله الاوروبيه، دوله يعني خليجيه قصدك، دير غرفه وفيها سرير لممارسه الدعاره، ويقسم معاه المبلغ. وعبد الغني راجدي كان يقود هذه الشبكه، وهذا امر معروف، وتخيل انه شخص بهذه القذاره يعطيه مسؤوليات امن خارج. هذا كان خاصه في الفتره اللي كان فيها ملحق عسكري في الامارات، خاصه الدول الاوروبيه الدول الخليجيه. نعم كان في الامارات ملحق عسكري في الفتره تقريبا اعتقد ما بين 2014 و 2018 او 2015 و 2019، يعني ماهيش بعيد يعني. نعم تقريبا، وهذه المعلومه قالها لي هذو الشخصين اللي نتحفظ، ما نحبش نذكر اسماواتهم حتى لانهم حاليا مقيمين في الخليج، وراهم ولاد فاميليا، وما نحبش ندير لهم مشاكل، وحفاظا ايضا على مصادري باش تزودني بالمعلومات مستقبلا، ما نحرقش المصادر تاعي. نعم مفهوم، لما تكون قضيه مصادر مفهومه، لكن انت تؤكد باللي هذا عبد الغني راشدي اللي هو كان مسؤول الأمن الداخلي لمدة سنتين، والآن راح حطوا مسؤول الأمن الخارجي، وهذا كان يشرف على الدعارة يعني، وبعبارة يسبون الناس يعني. هو بعلاقاته بأثرياء من إحدى الدول الخليجية، واللي كانوا ساهموا ضغطوا على ما أظن على سعيد شنقريحة قائد الأركان،
اللي باش يعينوا مدير امن خارجي، لانه كان سعيد شنقريحه ما يتيقش في عبد الغني راشدي لانه ماهوش كوريكت، يعني يمشي طق ما يقول مثل الجزائري طق هنا وطق لهيه، يعني مع الواقف سعيد شنقريحه ما يتيقش فيه. لكن بما انه الخارجيين ضغطوا بحكم علاقتهم الجيده مع عبد الغني راشدي، لذلك تم تعيينه مدير امن الخارجي خلفا للواء مجدو كحال. نعم، بدل ما يتم طرده، لانه في الاصل كانوا باش يقوموا بطرده. في امر مهم جدا استاذ نسيناه في فساد العداله، راني نسيته هذا لازم نحكيو عليه، اللي هو دقيقه استاذ، اللي هو القاضي عبد الرؤوف طرطاق، اللي هو كان ضابط سابق في المخابرات ومن عائله كلها قضاة، هو اصلا من قسنطينه، يدير شبكه النصب والاحتيال، راه اوقع بعشرات الضحايا في الدول الاوروبيه وفي الجزائر. الوسيط اللي هو نسيبه اللي هو محامي يدعى بن شيخ حسين المصطفى، وراهم ناصبين على عشرات الضحايا وراهم بكين عباد الله، رفقة شخص يعني راهو هارب من دولة أوروبية وراهو حاليا في الجزائر، وعنده علاقات كبيرة بضباط المخابرات، اللي هو رضا لكحة العياط، اللي يقطن في 16 نهج بالهولة المكي في قسنطينة. يعني هذا الشخص يعني يتوسط عند هذا القاضي عبد الرؤوف طرطاق بإعاز من هذا المحامي بن شيخ حسين، اللي هو سهر عبد الرؤوف طرطاق، اللي متزوج أخته اللي هي طبيبة في مستشفى العسكري بقسنطينة، وراهم بكين عباد الله. أستنى. الناس ايضا لازم نطرقوا لهم، امر مهم جدا. نعم، استنى تشوف سيدي احمد، راك ذكرت اسامي كثيره، عندنا عبد القادر ولا عبد الرؤوف طرطاق؟ عبد الرؤوف طرطاق هذا قاضي. هو قاضي وكان من قبل كان ضابط المخابرات. نعم، وعنده اخته قاضيه وشقيقه الاصغر راهو حاليا طالب في المدرسه العليا للقضاء. طيب، هذا عنده علاقة بنسيبه، هو اللي راه محامي الآن، قلت هو اللي رتب له الأمور. نعم، بن شيخ حسين المصطفى. وعنده علاقة أيضا قلت بواحد آخر اسمه رضا لكحة العياط. نعم، هذا الشخص اللي هو فاسد كبير، هذا هو اللي يظهر في الصورة، اللي هو رضا لكحة العياط، اللي راه ناصب على العشرات من الجزائريين في الجزائر وفي دول أوروبية وتسبب في سجنهم. راهو يعني عنده العديد من الضحايا، من بينهم سيدة تسبب في سجن زوجها، وراهو يهدد فيها بالتسجيلات وفيديوهات، وراهو حاليا يمتهن النصب، يعني يقول لهم انا عندي علاقة مع هذا القاضي ونجيب لكم براءة، مثلا بارونة السيارات، بارونة الزطلة، يعني القضايا كبيرة اللي فيها يعني اموال، ويتوسط لهم ويسكروك ليهم وينصب عليهم. هذا هو الشخص. نعم، بصورة واضحة هذه هي. واش يعني علاقة عبد الرؤوف طرطاق؟ إيه؟ ويختصموا الأموال مع هذا القاضي عبد الرؤوف طرطاق والمحامي بالشيخ حسين المصفى من قبل هذا الفوايو اللي سموه لذلك حلعية. واش علاقته ببشير طرطاق اللي هو كان مسؤول المخابرات؟ عبد الرؤوف طرطاق هو قريب من بعيد للواء بشير طرطاق، لأنه ينحدر من منطقة قسنطينة. يعني طيب، الاخر هو من منطقه الصيف، يعني قراب البعض او من العلمه بالضبط. نعم. بشير طرطاق من العلمه اعتقد. نعم. فيما باش تتخيل، باش تشوف العائلات القضاة ويعني النصب والاحتيال تاعهم، وعايشين على حياه الترف بالنصب على الجزائريين، واخذ اموالهم بغير حق، بالباطل بدون حق. وهذه موضوع التوريث داخل القضاء، راه واضح باللي فيه الاباء، فيه. نعم. الخاوه، فيه الزوجات، يعني القضاء وكان اصبح قضيه عائليه، يعني اللي يكون قاضي مثلا كبير. في وهران، نعطيك مثال، في وهران النقيب المحامين اللي كان يدرسني اللي هو زهدور الاب، ثم جاء حاليا اللي هو السهلي زهدور اللي هو نقيب المحامين في وهران الحالي، هو مجرم كبير، وايضا فيه شقيقته ايضا راهي في النقابه وراهي استاذه في كليه الحقوق، يعني كارثه. يعني انا مثلا انا نجحت في ماجستير حقوق الانسان عند استاذ فاصله في 2011، لكن بما ما عنديش الواسطه ما عنديش الكتاف، يعني خسروني، كلاسيت في القائمه الاحتياطيه. يعني هناك يعني توريث في الجزائر، خصوصا في سلك العداله. يعني ماهوش الفساد، ماهوش برك داخل جهاز القضاء وجهاز المحامين، وينتقل الجامعات ايضا، لانهم مرات يكونوا مدرسين. نعم، نعم، جامعه وهران فيها يعني توريث، الاب فيها زهدور الاب وزهدور الابن وزهدور الحفيد وابن الاخ والاخت والطلبه، الاخوان طلبه في كليه الحقوق، يعني
يقدروا يكذبوا هذا ما أقوله في التعليقات. يعني كل من طيب إذا سمحت منش عارف كره الوقت راهي حوالي 50 دقيقة، إذا سمحت نوقف هذا الجزء نأخذ بضع دقائق نتاع بريك ونعود. نعم أستاذ شكرا. ما نقعد ما نكوبيش نخليه.